عايزه اروح مع حضرتك تحديدا ليوم الجمعه، وبرضو خليني اسالك السؤال اللي بيدور في ذهن العديد من الجماهير اللي بتنتمي للنادي الاهلي، هو احنا هنلعب ازاي؟ هو احنا هنشوف مباراه يوم الجمعه من المريخ نفس الاداء او السنسيتيفيتي الحساسيه اللي كانت موجوده مع سان داونز، ولا هيبقى في شيء جديد يمكن موسيماني هيفاجئنا بيه او هيوضع على الارض؟ خلينا نعرف. هو طبعا احنا لعبنا المريخ قبل كده وكنا متفوقين عليهم جدا الشوط الاولاني، جبنا جولين ما فيش احلى من كده، وكان اداء رائع جدا. صحيح. اللي حصل انه احساس اللاعب ما بيحسهوش الا اللاعب كوره، فاللاعب هو بيأدي شايف ان فريق المريخ انا متفوق 2-0. الشوط الثاني حصل نوع من عدم التركيز شويه، جابوا فينا جولين والحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نجيب الجول الثالث. التفكير وانا لاعب ان انا عندي بعد ماتش المريخ عندي بيراميدز وبعدين عندي سان داونز، في بقول احتمال مش معلوم ولكن احتمال بتوقع ان ممكن يكون انا بقول ان انا كسبان 2-0، فممكن ايه العب اهدى شويه بحيث ان انا الطاقة اللي عندي ممكن أدخرها للماتشين اللي جايين ومدى أهميتهم بالنسبة لي كلعيبة وكفريق، فممكن يكون ده الحتة اللي حصلت، لأن حصل عدم تركيز في كورتين جه منهم جولين، يعني ما راحوش على الجول تاني. طريقة لعبهم وأدائهم أعتقد أن موسيماني قاريهم كويس قوي، حتى قبل ما يلعب الماتش الأولاني هو قاريهم كويس وعارف نقاط الضعف والقوة اللي عندهم. ما اعتقدش ان هو هيغير في طريقه لعبه. وبعدين حاجه تانية وحاجه مهمه جدا الناس برضو لازم تبقى عارفاها، وهي انه المدير الفني يلعب 4-3-3 يلعب 4-2-3-1، خلوا الراجل يشتغل خلوا الراجل يلعب عادي، خلوا الراجل يشتغل بدون ما يعني يبقى فيه نوع من التدخل في شغله، لان مجلس الاداره ورئيس النادي ولجنه التخطيط ما بيتدخلوش اصلا، فانت بتدخل في شغل الراجل يلعب. صح. باي طريقه، المهم ان هو جاب بطولات ولا ما جابش بطولات، مظبوط، عمل اداء ولا ما عملش اداء، كل الامور ديت احنا شفنا كاس عالم الانديه واحنا بنلعب الهلال شفنا الاداء، وعلى الرغم ان جايبين لعيبه بملايين الملايين وتفوقنا عليهم بتفوق غير طبيعي، وشفنا ما قدام بيراميدز وهم عندهم كم من النجوم ومع ذلك كان الاداء اكثر من رائع. لما الولاد يحصل نوع من الهبوط شويه في اجزاء فبرضو الشق الثاني اللي احب اتكلم فيه، وهو انه موسيماني احيانا بيدي فرص كتيره للعيب مستواه لسه يعني بيصعد، يعني مستواه لسه بيديله فرصه واثنين وثلاثه، وبرضو ما بي يعني بيديله فرص اكتر. طب يعني انا المفروض ان انا في الوقت ده يعني بقى ايه يبقى فيه البديل، بحيث ان انا يعني زي ما كان هاني مثلا في البدايه كان احيانا مستواه عالي جدا واحيانا يبقى فيه لما طلع اكرم توفيق ايه اللي حصل؟ الاثنين بقوا جامدين جدا. أيوه. جدا. هاني ابتدى يتفوق وشفناه في كاس عالم انديه وشفناه في البطوله الافريقيه وشفناه في الدوري حاجه اكتر من رائعه، فعمليه التنافس ديت اللعيب اللي انا اديله فرصه واثنين وثلاثه وما بيأديش او بيحلق او ما بيضغطش مع زمايله او فاهم ان هو احسن من زمايله، لا يقعد ويبقى فيه البديل واحنا عندنا البديل. دي برضو النقطه اللي انا كنت احب ان انا اوصلها، انما ده مش تدخل في شغل لا بالعكس، دي بتبقى وجهات نظر للمصلحه العامه، ما بكلمش فنيا يعني. انا فاهمه. لا طبعا ما بكلمش فنيا، انا بقول بس ايه، لان الجمهور انا واحد من الجمهور طبعا، كلنا واحد من الجماهير، واحد بتفرج بلاقي لعيب مثلا ما بيضغطش الضغط المظبوط مع زمايله، ده بيأثر على اللي حواليه. حضرتك بتتكلم في نقاط هامة للمصلحة العامة في الماتش القادم.